مرحبا، بدي احكي بال data frame بال pandas array او data frame اذا صح التعبير، وبدي احكي بالكولون تحديدا، انه كيف بنفهم الكولون. نحن لما يكون عندنا نحن numpy array، هلا من دون numpy array، انا اذا عندي مثلا list of list، يعني مثلا list وبقلبها كمان list تاني، هون في مثلا معلومات مثلا okay، و list تالتي انه مثلا هيدي list بقلبها list تاني، خلينا نعملهم يعني انه حجمها مهضوم. مثلا هيدي بتشبه الماتريكس 2 times 3 تقريبا، بس هي منا ماتريكس، هي list of list. في حولها ل بال numpy dot as array، بقدر حولها هيك. و يلا هات نعملها مثلا import او ايه او from np بعتقد يمكن هيك import import as array. بعتقد بقدر اقول له np.asarray، خلينا نبسط الحياة شوي. np.asarray تعال نحطها هيدي a مثلا array a، نشوف اذا is not subscriptable. بدها parentheses على اساس ما هي مهم مثل function. طيب المفروض اخذها، فانا في اقول له a مثلا نقطتين، ساعتها بتبع لي اياها كلها اللي هي فعلا array بلغة النمباي. هلا انا في اقول له، اذا بقول له مثلا هي وليست، هي وليست، يعني اذا هيدي هي وليست، يلا ما بيأثرنا، خليها رفرنس، هيدا خليها هيدي ال مثلا. فال نحن فينا نعمل لها، لا بدل اعمل لها accessing بهالاسلوب هيدا مثلا، والله هون. فنحن هون شفنا كل الروز، واخدنا مش اول كولوم تاني كولوم، اوكي. فهيدا نقول له print مثلا، ساعتها تاني كولوم اوبس لما نحن قلنا له انه كله انا كنت مصر حيرد لي كولم بصراحه. كمان فهيدي ما لها قيمه، كمان بس بقول له مثلا 1 2 بتاني رو، تاني رو اللي هو رو اف اندكس 1 كولوم اف اندكس 2 which is the last value، فبرد السبعة. ما برده مزبوط. اذا بتقول له اللي هو معه حق اصلا، هيدي بعد بالنسبة له بتجاهلها، يعني ما لها قيمة، هيك هو عم يتصرف هون، هذا امر مهم بحياته. هي عم برد بالضبط مش موجود، فقط نقول له 0 حيرد اول رو 125، ورده باسلوب ليست، هو فعلا ليست، يعني حتى اذا بتقول له هيك حيرد نفس الشيء طبيعي. طيب بلا طول سيري، الموضوع مختلف بين numpy array. numpy array اذا بتقول له هيك هات نجربها قول له 1 مثلا، انا قصدي قول له اوكي، بينما اذا بتقول يعني نحن لما عملنا له هيك، هيدا بالنسبة له كمان ال A كلها سوا، كمان رد أول رو، يعني نفس الأسلوب جاوبه. أنا إذا بتقول له مثلا 2 حيرد غلط، إذا بتقول له 1 1 1 هيك صحيح. إذا بتقول له إيه بس في عنده ميزة اللي هي هاي، كمان حيرد نفس الشيء هون. انما ميزته قوته الحقيقية هي هون، لما بتجي بتقول له هيك
ساعتها هذا الكولون هون له دور، فانت عم تقول له كل الروز على اول كولون. ف اكزاكتلي فبالضبط رد 2 6 2 و6. طيب اذا له كولوم حيردهم كلهم طبيعي، انما الفكره اللي بدي اقولها الفيديو بدي اعمله هذا كرمال بس انه شو معناتها هيدي، معناتها هون بحط الرقم من هون الى، يعني هون مثلا في حط له 0، اذا بقول له 0 0 يعني من 0 ل 0 يعني حيرد لي اول رو. والكولوم خلينا بدي من الكولوم 0 للكولوم 1. اوكي اول رو من الكولوم 0 للكولوم 1. والله رد اول رو، لانه هيدي بعتقد اكسكلودينج، يمكن هات نجربها. ايوه اللي هون بيكون اكسكلودد، يعني 0 لل1 بس من دون ال1، بس تقول له 0 0 ما بيرد شيء، بيرد امتي اري، وهذا اللي رده فعليا. والله مهم مزبوط، هي اكسكلودينج اكسكلودينج ذا اندكس، يعني هيدي اللي هون هو، فاذا هو اندكس هذا اندكس وهذا اندكس. طبعا فينا نقرا ال شو اسمه المانوال، يعني بريد ذا مانوال، بس انه حلو كمان واحد يعني هيك يجربها شوي. ف هون برد اول كولوم وثاني كولوم. اذا 0 ل 2 انه يعني على عددهم، يعني فينا نفهمها انه مثل على عددهم، او فينا نقول انه هذا the last index بس excluded منه the first index is included طبيعي. اما اذا بتقول له 3 كولوم فحيردهم كلهم. القصة مهضومة بتصير هون، اذا انت بتقول له اذا ما بتحط له هاي الزيرو، هي redundant على فكرة، اذا بتقول له هون مثلا بلا الزيرو كمان بيفهمها الزيرو. فهيدي من الافكار اللي كان بدي اقولها هون. يعني هون برد اول رو تاني رو، هون اول كولوم وتاني كولوم، بهاي برد هون اول كولوم وتاني كولوم. طيب هلا اذا بتقول له ما بعرف 4، هات نشوف. اوكي حلو، انه لحدود الماكسيموم از بوسيبل، منيح اللي ما برد ايرور، هي شغله حلوه. بينما الابداع بصير هون اذا بتقول له ماينس 1، فانت عم تقول له بلش لي من الاندكس 0. لا ما في اندكس ماينس 1، ماينس 1 بالرجوع، يعني نحن الماكسيموم اندكس يعني ماينس 1 كانك عم تقول له هو الاندكس لاخر، بما انه عم يحكي كولوم لاخر كولوم، هي الماينس 1 هي الاندكس لاخر كولوم بس اكسكلودد، وعم بلش فيه من الزيرو. يعني مثلا اخر كولوم نحن نعرف الاندكس تاعه حيكون 0 1 0 1 2، حيكون 2. اوكي فحيرد لك هيك. لحظة، لا يعني بلا، هو اخر شيء. اذا بتقول له ماينس 1 هو نفس الشيء، هي زد. حتى نجرب، تمام 1 2 4 6 صحيح، وهون بدو كمان 1 2 4 6. طيب فهذه هي الفكرة، اذا انه الماينس 1 بيرجع، فانت كانك عم تقول له بلش من الزيرو للماينس 1، وشي لطيف انه بيعتبرها صح، يعني ما بينكر الامر. نجربها هيك لحظة كمان، حلو. طيب اذا بنقول له بلش لي من الماينس 1، ما في مشكلة، فيك بلش من الماينس 2 للماينس 1. يعني ماينس 2 انكلودد، يعني هو انت عم تبلش بالكولوم الثاني 2 6 للماينس 1 اكسكلودد، فهو حياخد بس قبل اخر واحد، هاي معناتها بس قبل اخر كولوم، يعني حيرد لك 2 6. مش هيك انت عم تقول له هون كلهم ولا شيء، هذا ما له قيمه حياتي، يعني فيك تعملها هيك. انا كنت عم تقول له كل الروز ما عدا رو اوف اندكس 2، فحيرد لك بس هون ال 2 6 صحيح. اوكي هي معناتها قبل اخر واحد. هي اذا هيك بتقول له مثلا بتقول له قبل اخر واحد واللي قبله، يعني 1 4 بالضبط. اذا بتقول له هيك اللي قبل اخر واحد، هو الماينس 3. وشو الماينس 3؟ هو الزيرو، يعني هو زد الزيرو. الماينس 2 قبل اخر واحد، يعني حيرد لك اول كولوم
صحيح 1-4 وهيك. فهيدي يعني عن جد عاملينها بطريقة كتير حلوة البانداز، أكيد اللي عملوا وهذا كل شيء. بل بالنسبة للنمباي والله ما بعرف إذا أنا عم بشتغل أصلا نمباي. فاللي بدي أقوله إنه بالبانداز نفس الحكاية، أنا بالداتا فريم، داتا فريم اللي هو من البانداز نفس الشيء. ما بعرف دوت فاليوز اذا ضرورية او لا. تعني خد هاي مثلا، او تعال نطبع الاكس شو بدنا بالشي. او تعال نشيل الدوت فاليوز، ما بعرف اذا بياخدها هي ذاتها، لا لازم الدوت فاليوز، ما بيأثر. عقلا هي نفس الفكرة، هي داتا فريم دوت فاليوز ساعتها له نفس التصرف تاع النمباي. اوكي بالتوفيق.